مع صلاة العصر ديال البارح 3/17 أكتوبر 2023، تم في موكب جنائز تشيع جثمان الفنانة الراحلة الشيخة إيمان تسونامي، وذلك في مقبرة الشهداء في مدينة الدار البيضاء كازا، بعد ساعات قليلة من إعلان الوفاة ديالها في الصباح بالمشفى العسكري بمدينة الرباط اللي دوزت فيه مدة قيد العلاج بأمر ملكي. لحظة توديع الراحلة في دار عائلتها لمثواها الأخير كانت جد مؤثرة، ماشي غير عائلتها والمعارف ديالها والزملاء والزميلات ديالها، الناس اللي عرفوها. البكاء والدموع كانوا عنوان لهذا الوداع الأخير، والله يرحمها ويصبر اختها وبنتها وكل أفراد العائلة ديالها. وخاطر المدة اللي دوزتها قيد العلاج ديك السبيطار، لا في الكلينيك ولا في السبيطار العسكري، كل شي كان يمني النفس بشي نهار يجي هاد النهار وتتعافى وتخرج تعانقهم وتسترجع الصحة ديالها كي كانت، خاصة بعد ما كانت في كازا دوزات مرحلة الخطر. للأسف ماتت الله يرحمها السيدة، كانت كتعالج في كازا في ديك المصحة اللي تنقلات فيها بين قسم العناية المركزة والغرفة ديالها اللي كان يمنع على زوارها باش يدخلوها قبل النقل ديالها السبيطار العسكري كما قلت بأمر ملكي. شيخة تسونامي وهي ظاهرة فنية بامتياز عانت مسكينة باش تأدي الثمن ديال العلاج في الكلينيك قبل ما يدخل مالك ويأدي المستحقات اللي وصلت حتى 25 مليون ريال، ويأمر بالنقل ديالها السبيطار العسكري لإتمام العلاج ديالها. الملك تكفل مصاريف الاقامه ديال اختها ساره وكذا ديال بنتها اللي كانوا كيلزموها طيله فتره المرض والعلاج الاقامه ديالهم في اوتيل في العاصمه الرباط، وذلك باش يكونوا قراب من الهالكه. ايمان دوزت قيد العلاج في الساعات الاخيره، دوزت مده قيد العلاج في الساعات الاخيره لتدهورت الحاله الصحيه ديالها وغير ما زادت قبل ما تموت البارح في الصباح، في الوقت اللي كانت عائلتها كتمني النفس بالعلاج ديالها والشفاء الكامل واسترجاع الصحة ديالها. الموت كل شي غادي نموتو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمها. مسكينة دوزات شهر تقريبا في ديك المصحة في كازا قبل ما تنقل للرباط، لكن شنو وقع الإيمان حتى تدهورت الصحة ديالها وضعفت بشكل كبير؟ وهنا فين كاين الاختلاف بين الشيء اللي تقال وتكتب وبين الشيء اللي غادي تسمعوه دابا نيت، وذلك بناء على ما نشرته جريدة الصباح اليومية. إيمان ما تصابت بتسمم غذائي حاد كما نشرت مواقع إلكترونية ووسائل إعلام، وكما تم تداول ذلك في السوشيال ميديا، كما أنها ما كانت ضحية توكال كما قالت بنفسها في تصريحات إعلامية، وهي الرواية اللي رواتها أيضا عائلتها أو أفراد من عائلتها في خرجات إعلامية. مدير أعمال إيمان نفى في تصريحات صحفية بعد الوفاة ديالها بأن تكون الراحلة قد تعرضت لما يسمى بالتوكال، ووضح أنها كانت ضحية ديال تسمم غذائي. لكن هاد المعلومات كلها تم التداول ديالها، لكن الحقيقة ما هي لا هادي ولا ذاك من الشي اللي تذكر وكان سبب تدهور الحالة الصحية ديال تسونامي. إيمان كانت مسكينة مصابة بسرطان خبيث، مرض خبيث عانت منه في صمت ولمدة طويلة بلا ما تخبر عائلتها، والمرض غير ما زاد انتشر بسرعة في الجسم ديالها قبل ما تدهور الحالة الصحية ديالها وتنقل للكلينيك. هادشي اللي قالت ونشرت جريدة الصباح اليوم الأربعاء في مقال الصفحة الثانية من عددها الورقي، وقالت أيضا باللي إيمان تصابت بسكتة دماغية وتوقفات دقات القلب ديالها قبل ما يطلبوا الأطباء من العائلة ديالها باش يدخلوا يتوادعوا معها وترحموا عليها، الله يرحمها ويوسع عليها. هادشي أو هذه هي الحقيقة اللي كانت خافية على الجميع، وهي أنها كانت مريضة بالسرطان
ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما نختم هذا الفيديو القصير على وفاة الراحلة إيمان تسونامي، نعطي معلومات عليها وعلى المسار الفني ديالها، ونشير لأن إيمان هي بنت مدينة مراكش الحمراء فين تزادت وبدات المسار الفني ديالها في سن مبكرة. بداية ديالها كانت مع الفنان الشعبي حميد الزاهر والمجموعة ديالو قبل ما تنقل لكازا وتشتغل مع العديد من الفنانين الشعبيين من قبيل عبد العزيز الستاتي وغيره. وبعد هاد التجربة ديال اللي رافقت فيها ديك الفنانين الشعبيين، غادي تختار تشق الطريق ديالها بوحدها، حتى انها اصبحت محبوبة ومطلوبة في الاعراس والحفلات والسهرات الخاصة على مدى سنين طويلة. سهرت فيها قبل ما تختفي فجأة عن الانظار. الاختفاء ديالها طال، لكنها سرعان ما رجعت للساحة من جديد، لكن ماشي بالزخم اللي كانت عليه من قبل، خاصة بعد ظهور كثيرات من الشيخات اللي قلدوا السيل ديالها، حتى هم اشتهروا، من فيهم الشيخة تراكس. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أترحم على إيمان ونطلب الصبر للعائلة ديالها. وشكرا لحسن استماعكم، ونتمنى نكون خفيف ظريف عليكم، ونكون أعطيتكم المعلومات اللي كتقلبوا عليها بخصوص أسباب وفاة إيمان تسونامي الله يرحمها.